المهندس ابو العلا نصار مدير اكاديميه نادي الاسماعيلي الرياضي بالفيوم، بخصوص حادث النهارده في العريش، استشهاد 3 خضار واصابه 3 اخرين. في الحقيقه ده حادث ارهابي ابشع مما احد يتخيله. احنا كشباب نادي الاسماعيلي وكمؤسسه نادي الاسماعيلي في الفيوم بنستنكر هذا الحادث الغاشم، وهذا النم فينم على وجه الارهاب الاسود اللي ما عادش بدا لا يفرق بين قاضي ولا ضابط ولا مواطن، اصبح عنده كله سواء. انت كارهابي لو فكرت ايه ذنب القاضي اللي بيحكم؟ قدامه ورق ومعطيات بيحكم بيها. لو هتحاسب حاسب المحامي بتاعك انه قصر في الدفاع عنك، بس ده بيدل على وجه الارهاب الحقيقي الاسود. واحنا كمؤسسه نادي الاسماعيلي في الفيوم بنستنكر هذا الحادث، وبنقول ان قضاه مصر ان شاء الله هيظل في عملهم شامخين، لن يرهبهم ارهابي او عمل خسيس مثل هذا العمل، ونحتسبهم ان شاء الله شهداء عند ربنا.